يلا امي يلا لبسيها لاختك. يلا حبيبتي انت كمان جيبي شنطتك وجيبي ابنك وخلصيني. ما رح اسافر. ما رح تسافري؟ بدي ارجع على الشام. شو هالجنان هاد؟ هذا مو جنان. لك شبكي شبكي؟ هنعتي؟ مشان الله فكري منيح؟ لك مو اتفقنا وخلصنا؟ عابد وصل لأيهم وقال لي انه رح يرجعوا. هي على عابد؟ لك عابد كذاب كذاب. لا لا مو كذاب، وقال لي انه روح استناه عند امه. حرام عليكي والله، حرام عليكي اللي عم تعمليه بحالك وفينا. لك اذا ما بدك تفكري بحالك فكري بهالولد اللي ما صدقنا امتى طلعناه من الحرب وطلعناه برات البلد وجبناه لهون، كيف بدنا نرجعه؟ ابني ما رح يرجع معي. كيف يعني؟ ابني رح يروح معك. انا بدي اخده؟ ايه رح يسافر معك، خديه معك. مشان الله هنادي اصحي اصحي، هذا اللي عم تحكي جنان. ما بقدر ما بقدر هدى، بدي ارجع استنى جوزي. بدك تقولي بلد حرب، بلد قتل، بلد موت، بسمي اللي بدك اياه. ما بقدر، خدي ابني معك وروحي. لك كيف بدي اخده معي؟ لك بالعقل كيف بدي اخده معي؟ المهرب ما بيهمه هذا ابن مين، مهم عم يقبض اجرة زبون زيادة، معك عنده فرصة انه يعيش. هنادي الله ما شاف بالعقل نعرف، لك نحن يمكن ما نرجع، يمكن ما بقى تشوفي ابنك اذا راح معي. مو مهم اني اشوفه، مهم اعرف انه هو عايش، عم ياكل منيح، عم بيتعلم، عم يضحك، عم يلعب. خديه وقولي له انه انت امه. لك اختي، لك اختي مشان الله انت عرفانه حالك شو عم تحكي؟ لك كيف بدي اقول له انا امه وانا ماني امه؟ الله يخليكي هدى، الله يخليكي. ولا تقولي له اني انا تركته، انا تركته لحتى يعيش. خليكي حنونه عليه مثل ما لك حنونه على بناتك. لا تحكي له على اللي صار فينا، اصلا هو صغير ما رح يتذكر شيء. انت شو رح تعملي؟ انا رح ارجع عالشام مشان استنى، بس رح ضلني هون على بال ما توصلوا على تركيا وتطلعوا بالبلد، بعدين برجع عالشام. كل الوقت كنت خايفة من اللحظة فيها خايفة. تديني بالك على حالي، خليني كي الله يسامحك الله يسامحك.